أسعد الله صباحكم وأسعد الله مساءكم أينما كنتم. معكم إبراهيم إدريس في لقاء مع الأستاذ المناضل الأستاذ إبراهيم محمود صالح قدم. مع الأستاذ إبراهيم في الرحلة التي استمرت منذ عام 44 إلى عام 1965، قضينا فيها مراحل ومحطات كانت آخرها مرحلة الهجرة من دولة السودان في عهد ثورة أكتوبر إلى مصر التي استقبلت العديد من الطلاب ومن قيادات الثورة الإريترية، حيث إبراهيم قدم إحدى قادات العمل السياسي والتنظيمي وكادر متقدم في الحركة الطلابية التي وهب حياته لها مع رفاقه من الشهداء ومن الذين قضوا نحبهم والذين إلى يومنا هذا يقومون الليل وصبحه في خدمة هذا الوطن المعطى. أستاذ إبراهيم وكثير من رفاقه الآن في مصر وفي هذا الزمن تحديداً بعد 65 كانوا على شفا الصراع الدولي بين المنظومة الاشتراكية والمنظومة الرأسمالية في صراعها ما يعرف بالحرب الباردة. مصر كانت منطقة ثورة ومنطقة جذب للكثير من قيادات حركة التحرر الوطني من غرب وجنوب وشرق أفريقيا، وهذا ما دفع القيادات الإريترية أن تكون هناك. الأستاذ إبراهيم قدم ومع رفاقه الذين أتوا من القاهرة والذين سبقوهم والذين أتوا من بعدهم انخرطوا في هذا العمل السياسي تحديدا عبر بوابة الحركة الطلابية الإريترية. والآن أدعو الأستاذ إبراهيم قدم أن ينقلنا في هذه الرحلة بين محطات الحركة الطلابية، الدراسة الأكاديمية، والعلاقة مع الثورة الإريترية والثورة العالمية. تفضل أستاذ إبراهيم. شكرا أستاذ إبراهيم. وصلت القاهرة يوم 18 مارس شهر 3 سنة 65، وزي ما قلت كان رئيسنا واللي دليلنا كان المرحوم إسماعيل، ومنها بعد اليوم الأول في الفندق واليوم الثاني كان في طلاب كتار في مدينة البعوث، وديل هم اللي كانوا يستقبلوا الناس. مين هي مدينة البعوث؟ مدينة البعوث هي البيوت الداخليات اللي يسكن فيها طلاب اللي بيدرسوا في الأزهر، يعني من كل أنحاء العالم، أفريقيا، آسيا، أوروبا، حتى موجودين ناس من يوغوسلافيا، من دول كثيرة يجوا عشان يدرسوا الدين الإسلامي في الأزهر. ومن ضمنهم ديل كان الطلاب الإريتريين اللي في مدينة البعوث. قبل مدينة البعوث الطلاب كانوا اللي يجوا يسكنوا في الأزهر، لأنه كان في هناك رواق يسمى رواق الجبرتة، وده كثير من الطلبة والمشايخ الكبار اللي كانوا هناك لغاية ما جت ثورة يوليو وعبد الناصر، عمل على أساس أنه يستوعب كل الطلاب من العالم، ما كان زي اللي نحن شفناه زمان، لكن طلبة كتار من أفريقيا، من أوغندا، من كينيا، من نيجيريا، من سيراليون، من كلهم تلقاهم، تشاد، مالي، هذه الدول السنغال، بعثت طلاب مسلمين ومسيحيين وخلفيتهم دراسات أكاديمية
وحتى زملائك اللي انت ذكرتهم الثلاثين يمكن كلهم كانوا اكاديميين ما ازهريين يعني. ايوه هو كده الواحد يعني وصول الانسان للقاهره اولا كان على طول بيدوه الاقامه ومتاح له يتعلم. فرص التعليم كانت متاحه اذا كان حيخش الثانوي او حتى حيبدا يعني في ناس كانوا يبداوا من معاهد الاسماء وبيدوك منحة تعيش بها. لكن اللي في الأزهر كان عندهم بيوت يسكنوا فيها وفي مطابخ أيوة. يأكلوا فيها وعشان كده نحن لما جينا استقبلونا الأخوان اللي نعرفهم. أنا كنت بعرف المرحوم عثمان أدحنة وعثمان أدحنة كان ساكن جنبه في غرفة تانية المرحوم عثمان عجيب وديل أخذوني أنا وشافوا له غرفة وأكل يأخذ زيهم زي الآخرين مع أن أنا ما مسجل. ساعدوكم في المعيشة. أيوة ساعدونا في هذه الأسماء. أيوة. طبعا الناس اللي يجوا لمدينة البعوث كان في عناصر فعلا تقدر تقول تضحي بوقتها بمالها بالاسماء من الجبهجين ومن الحركيين يعني من اجل دعم الطلاب. ايوه من اجل اللي يجي جديد ده ما في حد يخليه في العراء يعني يهتموا بكم. ايوه يهتموا به ويحتضنوه ونحن زي ما قلت كنت انا من الحركه و لكن في الموقف اللي سمعت منهم في الخرطوم وانه عدائي للجبهة ما كنت اسمي. أيوة. يعني فجيت القاهرة وفترة بتاعت يمكن شهرين او ثلاثة فعلا كنت معاهم. اخر حاجة عملناها كان في اجتماع جاه محمد سعيد ناود في المعادي جمعوا كل الحركيين بعدها أنا لقيت الشهيد عثمان سلمان وعثمان سلمان هو من أبناء هبرو هو والشهيد حليب ستي والدنازر ديل كلهم أنا لما كنت في الصف الثامن كان في الخامس بعدك في كرن في كرن مع عبد الله سليمان. أيوة. محمد الشيخ عبد الجليل موسى آدم ديل كلهم كانوا في الخامس. عثمان سلمان لقيته في القاهرة وبعرفه في كرم كويس فهو بدأ يناقشني ويوم إدريس حمداي وهو قالوا لي عاوزين نقعد معاك ونناقش معاك. كان عندهم بيت في اتجاه سيدنا الحسين في القاهرة فوق العتبة. ايوه لا بس من سيدنا الحسين وانت ماشي على المناطق دي الشعبية الدرب الاحمر ايوه ايوه ف ناقشت معهم وكله اقنعوني انه ايش أقنعهم بأنك تشارك في الجبهة؟ أنا أكون جبهجي. جبهجي، أوكي. ومنها أنا تحولت من الحركة للجبهة. طيب الكلام ده كان سنة؟ ده 65. متى تمت الحادثة المشهورة بتاعت الطلاب الإريتريين وهيلي سلاسي والسفارة الإثيوبية؟ أيوه دي كانت في 65. نفس الفترة؟ أيوه نفس السنة وأنا وقتها بدأت الدراسة في المعهد العالي يعني اللي قبل ما تبدأ الدراسة. أيوة قبل ما أخش في الدراسة يا ريت لو تدينا أضواء على المشكلة دي يعني لأنه كثير من المستمعين وكثير من المتابعين ما بيعرف الواقع. لا هي مظاهرة قاموا بها الطلبة لأنه عاوزين تحسين الأوضاع بتاعتهم و البيوت غيرها اسمها و كان مدير مدينة البعوث كان
من رجال الصف الثاني ولا الثالث في ثورة يوليو الضباط يعني الأحرار. أيوة من الضباط الأحرار. و ما يعني الاختلاف وصل القمة، لكن المهم بعد كم يوم تحلى، مع أن الطلاب كانوا قفلوا المدرسة ومنعوا الناس يطلعوا من مدينة البعوث يمشوا المعاهد بتاعتهم أو للكليات بتاعتهم. منها بعد الحادث دي أنا قبلوني في المعهد العالي الفني. إيه هو المعهد العالي الفني؟ المعهد العالي مختلف الفني عن الجامعات المصرية أخرى؟ هو الاختلاف بتاعته هو أن الدراسة فيه باللغة الإنجليزية، والسبب أن اللي افتتحوا فيه المعهد العالي الفني كان الطلبة الأفارقة الكتار اللي جوا مع بعض، كانوا في جامعة أديس هايلي سلاسه مع 63 كان أخذ طلبة من غرب أفريقيا، بالذات غانا، سيراليون، نيجيريا، المناطق دي اللي تتكلم بالإنجليزي، وجابوهم لأديس أبابا. لكن في أديس السبب الأساسي اللي ما عاوزين يقعدوا هو العنصرية في إثيوبيا. في إثيوبيا حسوا بالعنصرية من مصر. مصر يعني ما كانوا يتوقعوا أنه في إثيوبيا اللي دولة هايلي سلاسه دل عمل منظمة الوحدة الأفريقية وكل ده يحصل لهم الاسمين. فهنا قالوا خلاص رجعونا بلدنا، يعني نحن ما حندرس. وفي الخط دخلت إسرائيل عاوزة تأخذهم. والمصريين لما عرفوا كده، عبد الناصر هو رسل اسمه طيارة وأخذوهم، خد الطلاب من أديس، من أديس للقاهرة، جابوهم لمصر. مصر جابوهم، ومنها جامعة القاهرة افتتحت الفرع اللي بيدرس بالإنجليزي التجارة والزراعة والهندسة اللي كان فيها العمارة والكهرباء والمساحة والميكانيكا الانجينيرين. السبب هو أن الفارقة ما بيعرف عربي، فمصر ساهمت في أيوة في استيعابه وإيجاد منهج بالإنجليزي. أيوة الأساتذة كلهم من جامعة القاهرة، القاهرة يجي يدرسوا. يعني في الوقت اللي زي ما أنت ذكرت في المقدمة، القاهرة كانت القلعة بتاع الأحرار، أحرار العالم كلهم تلقاهم هناك، من الكوبيين إلى الفيتناميين إلى جنوب أفريقيا. الـANC كان عندهم مقر كبير في القاهرة. شفنا يعني قيادات زي مثلا ليبرتامبو هو زنو، حتى ناس ماكلوم إكس، ناس جيفارا، الناس دي كلها جاءت المقر، كله اللي فيتنام برضو. أيوة. فنحن كمان ضمن هذا الاسم، ضمن التوجه ده، جبهة تحرير حركة. طيب درست وين في المعهد؟ المجال التخصصك؟ أنا دخلت الكهرباء، هندسة كهرباء. أيوة هندسة كهرباء في المعهد. و زي ما قلت لك الإريتريين اللي جينا مع بعض تقريبا كلنا دخلنا في اسمه، يعملوا لك اللي ما عنده شهادة كان يعملوا اختبارات اسمه. أيوة صبر معلومات ويدخل. يعني معناها دراستك في بوينت فور ساعدتك في أنه أيضا أيوة ساعدت على الأقل. أيوة. في اسمه يعني. أيوة. فالدراسة باللغة الإنجليزية يعني تديك الفرصة. في كان عندك أصدقاء من الأفارقة في هذه المرحلة؟ أيوة أنا أصدقائي كانوا من جنوب السودان. يعني جنوب السودان كان جابهم السياسي السوداني الكبير ويليام دينغ. أوكي. أيوة ويليام دينغ كان جاب دفعة يمكن حوالي ويليام دينغ ولا ويليام بوزديو؟ لا ويليام دينغ. أوكي. ويليام دينغ. أيوة ده كان زعيم، يمكن زعيم كلهم. أيوة. جو كانوا من الدينكا والنوير والشلوك. تذكر أسماء زملائك؟
أيوة، واحد من زملائي اللي درس هندسة ميكانيكية، لكن كنا بنذاكر مع بعض لأنه الرياضيات واحدة هي ايوه الكهرباء والميكانيكا. مم. ليوناردو نيال بول اسمه، اوكي وفي اللي كان يدرس مع المرحوم عبد الله عمر ناصر ومنادي العمر محمد سليمان ربنا يديه الصحة، معاهم كان أمون مون وان توك، ده من النوير، هو لا من الشلوك، شلوك. وفي كان واحد اسمه لازاروس وواحد اسمه شول اسمه، لكن علاقتي أنا كانت أكتر مع الاثنين ديل. الاثنين ديل بعد ما تخرجوا رجعوا للسودان، وفي السودان أمون أنا لقيته في كسلم، جيت من الجبهة في كسلم ماشي في السوق لقيت أمون قدامي. أي أمون، خلاص قعدنا في قهوة، وبعدين قال لي يوم كده تجيني البيت، عزمني أول مرة باكل ملح ورق اسمه أخضر كده في بيت أمون، في كان ساكن في الحلنقة. طيب مع النهضة الثورية ليوناردو، عشان أكمل لك، ليوناردو بعد ما تخرج اشتغل في مصنع نسيج أظن ولا حاجة في مدني، وودوه دورة إيطاليا ورجع وقابلته بعد ما رجع، وبعدها مشى الجنوب وما في من أخبار. طيب في خضم الزخم الثوري والحركة الفكرية والتيارات السياسية، وين كان موقع الحركة الطلابية الإريترية؟ أو أنتم بالتحديد أيوة، هو الحركة الطلابية أساسا يعني كان فيها الشباب اللي مستنير والشباب واعي، فيعني النقاشات اجتماعات كانت موجودة زي ما قلت. لما حولت للجبهة كان مرحوم إبراهيم منتاي ومرحوم محمد عثمان أبو بكر و مرحوم جعفر محي الدين قلايدوس، ديل ساكنين في الزاهر. أيوة. وبيتهم الناس تجي عشان تجتمع ولا تعمل، مرات إذا كان ما عنده الاجتماع بتاع تشكيلة أو حاجة لو بقى. لكن في المدينة كانوا الأساس الحرك الحقيقي اللي ممكن تقول هو اسمه ناس الشيخ إدريس سعد الله. شيخ إدريس سعد الله والشيخ علي شوم. أيوة. وديل الاثنين بعدين التحقوا بالجبهة يعني. أيوة. بعد ما خلصوا الأزهر. أيوة. واللي سوس عمار ده. إبراهيم عمار. إبراهيم عمار عايز. إبراهيم عمار وإبراهيم إدريس بليناي ديل يعتبر. أيوة. أكبر. أكبر منهم. لأنه كانوا بيمشوا السودان ويتفرقوا ويرجعوا. أيوة. من زمان يعني. أيوة. التانيين ديل مع فترة ذي بتاع تكوين الجبهة نفسها. القيادة السياسية كانت تستفيد من الطلبة في الإجازة الصيفية، اللي ما عليهم خوف كانوا يقولوا لهم أمشوا إريتريا، يدوهم رسائل، رسائل شفوية هي غالبا وقابل فلان، مثلا إدريس عماد آدم يوجهك تقابل فلان، ومحمود عمر إبراهيم المهندس اللي كان يعتقل ويطلع أو غيره يعني. فديل منهم ناس، إبراهيم محمود اسمه لو تذكر، واحد من أولاد شعب ولا قد ما بعرف، وحمداي أيوة، وعثمان زرقاي ما بعرف، يمشوا ويرجعوا. في نفسهم كان مكلفين أنه زي حمداي عشان يقابل زرق مريم الزازي. الزازي أيوة، باعتبار هو من منطقة منسع وعشان يسميه يعني. فالشباب كان حي كنتوا بتشاركوا في وفي يعني شلة كمان همهم نقاشات واسمه يساريين، ديل ناس عمر محمد ومجموعة. أيوة. تقدر تذكر اسمائهم؟ لا، من الناس اللي واحد منهم عمر محمد هو. أيوة. نحن وقتها لسه جدد. أيوة. لكن في اسمه أنا طبعا تقدر تقول الناس النشطة معانا في المعهد واللي في الجبهة كان مرحوم سراج موسى عبدو وعبد الله عمر ناصر
وبعدين كان الدراسة والسكن معاهم كان عمر حمد سليمان، لأنه جاء متأخر وما جاء معانا، ما جاء معاكم، لكن على طول هو دخل في النشاطات اللي كانت موجودة. فالهم كان كيف نحن نعمل. فالندال كان في اتحاد طلبة إريتريا. اتحاد طلبة إريتريا لما جينا نحن في الفترة دي، كان لما يعملوا انتخابات اللجنة تكون مكونة من الطرفين، حركة وجبهة. أيوة حركة وجبهة، تلقى الأصوات اللي يلقى يدخل. ولكن مع التطور الطلاب الجبهة بقول أغلبية في القاهرة، وفي نفس الوقت الجبهة عندهم فرع سياسي، فرع الجبهة للطلاب، وده كان المكتب في عابدين، كان عندنا بيت مؤجرينه فيه سماعات الجبهة، بجانب أنكم أنتم أعضاء في الحركة الطلابية أيضا أعضاء في التنظيم السياسي. عندهم فرع مع عضو الشي بالشي. قيادة المجلس الأعلى كانت في هذه المرحلة موجودة هناك. أيوه، إدريس محمد آدم الله يرحمه موجود هناك. وطبعا في سياسيين فوق التقسيمات دي، إبراهيم سلطان والداب والدماريان، دي القيادة الكتل الاستقلالية تقدر تقول. أيوه دي قمة الاسمية يعني. وفي آدم إدريس نور دي اللي لجؤوا من مع إبراهيم سلطان، محمد صالح محمود، وطقاي كحساي، آدم ملكين. باعتبار أنه نتكلم عن الحركة الطلابية والطلاب، المجلس الأعلى، وده قضية أرجو أنك تساهم في توضيحها للمشاهد، كانوا في طلاب خريجين من جامعة القاهرة، يعني محمد صالح محمود لما نتكلم عن صالح حمد، محمد لما نتكلم عن إدريس جلايدوس، لما نتكلم عن علي برحته برضو كان طالب في فترة من فترات، دي الخريجين جامعات وخريجين حقوق يعني. فمعناها كانت برضو الحركة الطلابية من قبلكم كان فيها دور تنوير يعني. دور كبير. مثلا واحد من الناس اللي نحن كنا نسمع عنه لما جينا هو الأستاذ عبد القادر، عبد القادر حبوس، مش عبد القادر حبوس، عبد القادر اسمه مشى إريتريا. وعندك الشيخ صالح اللي كان إمام مسجد الشيخ عبد القادر في أسمرة، في أسمرة. دي برضو الطلاب، طلاب كان حتى المفتي كان طالب يعني، المفتي المفتي كان بس طالب. ما لحقت بيه. كان في واحد من سيد أحمد هاشم برضو كان موجود. ده اللي تخرجوا قبلنا ومشوا، صافي إمام موسى، دكتور صافي إمام موسى. فالطلاب يعني اللي بقوا جبهة وقيادات الجبهة، محمد صالح، محمد إدريس جلايدوس، طه محمد نور، طه محمد نور، ديل طه مشى إيطاليا ودرس هناك، لكن ديل تخرجوا من القاهرة وكانوا في قيادة. لا بس حبيت أوضح للمستمع والتاريخ، وأنت شاهد على التاريخ وعنصر قيادي، أنه هذه الثورة كانت يقودوها ويشاركوا فيها ناس متعلمين، ناس حقوقيين، ناس يفهموا في أكيد يعني الجانب الأكاديمي تأسيس إدريس جلايدوس ومحمد صالح خريجين حقوق هم يعني، وسيد أحمد خريج اقتصاد وتجارة ومتحدثين بلغات يعني كل الاسم يعني شوية تستغرب لما الناس تقول لك ما كان في متعلمين في الجبهة، أو المتعلمين هم بس الموجودين في الجبهة الشعبية أو في قوات التحرير الشعبية. وده طبعا في المراحل المتأخرة من جامعة الديس يكون، أو من أمريكا، لكن الجبهة نفسها جوها الطلاب في قمة الاسم يعني. طيب الحركة الطلابية هل اتطورت نقابيا وعقدت مؤتمرات تنظيمية سياسية؟ صحيح، هو في الحركة الطلابية في الأول طبعا كان القاهرة فقط، اتحاد العنطرة، اتحاد طلبة إريتريا، اتحاد طلبة إريتريا. بعدين مع الأيام لما في طلبة مشوا من القاهرة لبغداد،
عشان يخش الجامعة، ناس عبد الحميد سعيد ناصر وحمى سعيد عنططة وإدريس حمداي حامد صالح تركي عمر محمد لحقهم بعدين عمر محمد كلهم لما مشي هناك بقى فرع قوي في بغداد في بغداد. في سوريا ما كان هذا الاسم إدريس إبراهيم إدريس كان طالب أيوة. وبعدها لكن بشوية شوية بعد 70 تقدر تقول أيوة بعد 70 ده أيوة. فالناس فكرت إنه نحن نعمل اتحاد يشمل كل الطلبة الإريتريين اللي من اتحاد طلبة إلى اتحاد عام في أوروبا اللي موجودين اسمه. ولناقشة المسألة دي جانا من بولندا الدكتور هبتي. دكتور هبتي استشفى مريم توفى هبتي جانا جانا هو وناقشنا مع بعض وقلنا كيف لجنة تحضيرية تعمل تحضير للمؤتمر. واعتبار القاهرة اللي فيها الأغلبية والاسماء التحضير أخذته القاهرة. أوكي. وواحد من الناس النشطين واللي كان عنده دور في المسألة دي هو محمد عثمان أبو بكر. محمد عثمان أبو بكر أيوه. كان وقتها رئيس الفرع. أيوه رئيس الفرع كان بتاعت أيوه. القاهرة. القاهرة. ده لعب دور. وطبعا في كمان المسألة بتشجيع بتاعت المرحوم عثمان صالح سب يعني. أيوه. لأنه المكتب في دمشق هو اللي ساعد لي هو كان فيه أيوة. وسا يعني مهدوا لنا على أساس أنه المؤتمر التأسيسي نعقده في دمشق. في دمشق؟ أيوة. سنة كم؟ سنة 68 شهر 12 يوم 29 أظنه أيوة. على أساس إجازة بالنسبة لنا في أوروبا الكريسماس فيه. الكريسماس أيوة. وبالنسبة لنا كمان في إجازات. فمن يوم 29 ديسمبر إلى يوم 3 يناير 69 أيوة. فالطلاب جوا من أوروبا وشرق من أوروبا جونا دكتور هبتي ومهندس مكيل ديل من بولندا. من المجر جونا اثنين من الأطباء أحمداني و محمد بدير. ومن سوريا في إبراهيم إدريس محمد آدم. ومن العراق جونا ناس عمر عمر محمد اللي وفدوهم هم أيوة اللي شاركوا معنا في المؤتمر. الجلسة الافتتاحية عملناها في البرلمان السوري المجلس الوطني الحركة الطلابية أيوة. أدونا المقر بتاع المجلس الوطني فرصة أنه نفتتح الاسم بتاعنا هناك يعني. دي حفاوة ما في بعدها حفاوة أيوة في هذه المرحلة. يعني المجلس الوطني السوري السوري. دولة سوريا أيوة في شارع السالحية أيوة أتذكر. مشهور هناك أيوة كبير أيوة هناك عملنا الجلسة الافتتاحية أيوة. وبعدها الجلسات بتاعنا بالنهار نعملها في مقر الاتحاد طلبة سوريا حتى اوكي سوريا ايوه. وكان اظنه في الجسر الابيض ولا في منطقه في سوريا اسمها. وبالليل نجتمع في الفندق اللي نحن ساكنين في ثلاث مؤتمرات ايوه. ساعات الدوام هناك نمشي في اتحاد الطلبه السوريين وبالليل عشان نواصل. افضى على ايه المؤتمر؟ اهم نتائج المؤتمر نتائج أول توحيد الحركة الطلابية بعدين على أسس أنه خلاف في سياق خلاف سياسي أيامه بدأ هو بدأ ما حين الاسم يعني نحن لما جينا الناس اللي كانت خلاص يعني إرهاسات الصراعات بعد لأنه كان في مؤتمر أدوبحة عقد مؤتمر أدوبحة سنة 68 طبعا عقد مؤتمر دوبحة. نحن هسه داخلين في نهاية 68 وبداية 69. فكرة مؤتمر دوبحة الأساسية إيه هي؟ توحيد الجيش التحرير توحيد المناطق الخمسة
في جيش تحرير واحد وقيادة واحدة وقيادة في الداخل. أهم شيء أيوة أن القيادة ما تكون برا من إريتريا، بالعكس تكون في الميدان. الإرهاصات دي هل عكست نفسها على حركة الطلابية؟ أيوة اسمه إيه كان طبعا لأنه كان حاصل خلافات بالضبط، نحن ما كنا عارفين شنو هي، لكن الخلاف بين جبهة والتحرير الشعبية كان يدوب بدأ في المرحلة دي. اعتقال بتاع بعض العناصر من القيادة اللي ما اللي رفضوا يتوحدوا؟ لا يرفضوا الفكرة بتاعت قيادة من الخارج، خلط جيش التحرير يعني. أيوة. في عشان الخلط هو المهم كان، لأنه ديل كانوا في 5 مناطق مختلفة ضمهم على بعض ومنهم طلع السرايا اللي انت عاوزها يعني والفدائيين. فهنا كان في فده في بعض الناس عارفينه. أيوة. داخل المؤتمر الحركة الطلابية. أيوة. فالمهم نحن طلعنا بقيادة وقالوا القاهرة تمسك القيادة، فالرئيس بقى سراج موسى عبده الله يرحمه. أيوة. وعبد الله عمر ناصر، على كرار إدريس جمع. أيوة. والدن كيل قبل مريم. أيوة. وأنا معاهم. كنتم عبارة عن أول قيادة القيادة للاتحاد العام طلبة إريتريا. عندكم دستور، عندكم برنامج، كل حاجة طبعا سياسي. وفي نفس الوقت دورنا في الاسماء يعني في أنه دعم الثورة الإريترية يعني. بس ما يكون الدور بس طلاب ونقابي، لكن احنا جبهيين يعني. طيب انا هحاول سام اب او الخص الجزئيه دي بانه دي مرحله القاهره، مرحله الدراسه الاكاديميه، مرحله حشد طلابي عريض، وجود شعارات مطلبيه، الوصول الى حركه الطلابيه منظمه متوازيه مع التطور العمل السياسي في اريتريا، الى ان وصلتم تعقدوا اول مؤتمر تاسيسي في دمشق بدعم الحكومة السورية بلا نشاك ونقاباتها، كونه يعطوكم مجلس الوطني أنكم تعقدوا فيه مؤتمركم. دي حادثة تاريخية. أجمل ما في هذا أنه طلاب من أوروبا أيضا شاركوا معكم. السادة المشاهدين، معلش حختم الفصل ده. السادة المشاهدين، طاب الله مساءكم، ونواصل مع الأستاذ إبراهيم في حلقات قادمة. لكن بعدين طبعا لما رجعنا للقاهرة بدأت الأمور بالاتجاه اللي كانت الناس تتوقعه. للأسف في المرحلة دي هو الانقسام حصل، وقوات التحرير الشعبية طلعت من الجبهة. خارج اللجنة التحضيرية اخترنا ناس يساعدونا في المهمة. انت انتقلت فيه من الحركة الطلابية كلية الى انك تكون عضو ناشط في العمل التنظيمي، هل ده يعني انك كان قرار انك تمارس الكفاح المسلح؟ ايوه، هو من ما انا قبلت يعني ترشيحي في الاسنين.